سلامتك. هذا العلم يا ابو عاصم. اعطنا كلمه الشيخ خلع. خلنا ناخذ من ابو ثقل. اعطنا ابو ثقل. يعطيك عن نفس الموضوع. ايش اللي في خاطرك؟ يعني الموضوع لا شيء انتم شفتوه بعيونكم بدون ما اقوله. حتى اني هو الموضوع صاير يعني في البرنامج. اول ما جيت لا جمهور لا جروب دعم لا شيء لا حاجه. دخلنا البرنامج والله العظيم اني مرتاح جاجي على الله. شوف كيف الله سهل لهم. كيف دخلت اقول تسخير من الله. دائما اقول يا الله يا رب انت جعلنا من المقبولين عند الله عند خلقه وان الله يسخر لي خلقه. مضبوط؟ هم يوم جت حصانه والله ما توقعت 1%. جالس على ذي حقت الاسئله اني مستسلم. حتى يقومون العيال يدخلون القريه ما اقوم لهم ولا شيء لحظه يعني حاسمه. لكن عندي باقي يا اخوي كان في حبل حبل كذا تحس فيه بينك وبين ربك. انا الله بيعتقك بينتقك به ينجيك. شوي يقولون حصانه. ما حسبت لها حساب واحد لكن عندي امل بالله. فمثل ما قلت من زبر ربي من الله خيبه. ربي عني يا طويل العمر لا امرت احجاجي على ربي في امور واجد وادري ان الله ما مخيبني. وهذه شفتوها انتم بعيونكم. جاي كان ادري براسي حتى تويتر ما اعرف له. بالله ما تعرف تويتر؟ انا نسولف يا مناحي. لا تقول ما اعرف تويتر. فارد انزلع 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 انزلع. اذا ما بزرع جبو وانت جبو وش كبرك ولا فيك عقل. انزلع انزلع. كله ما ادري ليه كلهم ضدي يا اخوي ليه؟ ما ادري ايش السبب. كذا خلاص المجلس خلاص حد في المجلس؟ المجلس؟ ما ادري. انت قهوه هناك بلد. نروح المجلس وشان احسن. مجلس المجلس. ديك فايز. وانت يلي من فراقك صرت اسبه. شوف شوف عيوني شوف من مسيرة. من هاي؟ هاي الوصف يمن. ها؟ هاي الوصف يمن. ايه ما أقص.